بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي الأحباء طالبات الصف الحادي عشر. معكم اليوم الأستاذة مها، نستكمل معكم دروس مادة العلوم العامة. درس اليوم يا بنات هنتكلم فيه عن ارتباطات معقدة، صفحة 89. احنا خدنا آخر حاجة انميسان، بعد كده 87 ملغية و88 اللي هنبدأ بيها صفحة 89. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على يبين تأثير الأنشطة البشرية في إنتاج غازات دفيئة، يحدد دور الأوزون بصفته مصدر للتلوث في طبقة التروبوسفير. احنا خدنا يا بنات طبقة التروبوسفير دي أول طبقة أو أقرب طبقة من طبقات الغلاف الجوي للأرض. تعالى نتكلم يا بنات على الدبخن. إيه الدبخن ده؟ ده الضباب الدخاني. الضباب الدخاني بيجمع ما بين الدخان والضباب، يبقى فيه دخان طالع وضباب. بيبقوا موجودين فين؟ موجودين في المناطق الصناعية، يبقى المنطقة الصناعية بيبقى فيها الدبخن، وده مستوى متدني من تلوث الهواء. يعني اول ما الاقي الدبخن ابقى فاهمه ان المنطقه دي فيها الهواء ملوث. يبقى الضباب الدخاني يجمع ما بين الدخان والضباب، وده بيبقى موجود في المناطق الصناعيه واتجاه الرياح فيها، وده مستوى متدني من تلوث الهواء. تعال نبص على شكل الدبخن في المناطق الصناعيه، هنلاقي الشكل بالشكل ده. ده اقول عليه لا باين ان هو ضباب ولا باين ان هو دخان، ده اسمه الضبخ. طيب المواد الهيدروكربونيه زي الورق زي الفحم زي البترول زي الغاز الطبيعي، دي كلها مواد هيدروكربونيه. اما بحرق هذه المواد بينتج عنها ايه؟ بينتج عندي ثاني اكسيد الكبريت واكسيد النيتروز ومركبات عضويه متطايره VOC. يبقى ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروز ومركبات عضوية اللي هي VOC. يبقى ما أجي أقول لك إيه هي إنتاج حرق المركبات الهيدروكربونية: ثاني أكسيد كبريت، أكسيد نيتروز، مركبات عضوية VOC. الأوزون يا بنات اللي بيوجد في طبقة التروبوسفير بينتج من إيه؟ قال لي ضوء الشمس بيتفاعل مع أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون والـ VOC اللي هي الغازات المتطايرة. يبقى المركبات العضوية المتطايرة مع ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، يعني ثاني وأول، وأكسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة هي اللي بتنتج عندي الأوزون. والأوزون تواجده في طبقة التروبوسفير، احنا عارفين يا بنات طبقة التروبوسفير هي أول طبقة بتقابل الأرض، أقرب طبقة للأرض طبقة التروبوسفير بيتواجد فيها الأوزون. الأوزون ده ناتج من تفاعل ضوء الشمس مع أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون والمركبات العضوية المتطايرة. كيف تحدث الظاهرة الدفيئة؟ الظاهرة الدفيئة يسببها تفاعل الأوزون مع ثاني أكسيد الكبريت. يبقى الظاهرة الدفيئة دي سببها ان الأوزون بيتفاعل مع ثاني أكسيد الكبريت وتفاعلات أخرى محفزة في ضوء الشمس بنسميها تفاعلات ضوئية. يبقى الظاهرة الدفيئة دي سببها ان الأوزون بيتفاعل مع ثاني أكسيد الكبريت وتفاعلات أخرى محفزة في وجود ضوء الشمس بنسميها تفاعلات ضوئية. الغازات اللي موجودة في الغلاف الجوي دي بتتميز بقدرتها، اللي هي الغازات الدفيئة تتميز بقدرتها على امتصاص الأشعة اللي بتدخل الأرض اللي هي الأشعة تحت الحمراء وتخليها
محبوسه جوه الارض، ما بتخليهاش تضيع من الارض. هي الغازات دي لها قدره انها تمتص وتحتفظ بيها. ده هيؤدي الى تسخين جو الارض، تسخين جو الارض، وده هتظهر ظاهره الاحتباس الحراري والاحترار العلوي. يبقى انا دلوقتي الغازات الدفيئه دي او الظاهره الدفيئه هي غازات لها قدره انها تمتص اشعه الشمس وتحتفظ بيها، يعني ما تضيعهاش تاني من الارض. وده بيساعد ان جو الارض يرتفع درجه الحراره، وبالتالي هذه الظاهره بتسبب ظاهره الاحتباس الحراري والاحترار العلوي. ما هي التفاعلات التي ينتج من خلالها الاوزون؟ عايز اعرف التفاعلات اللي بينتج من خلالها الاوزون. قلنا من تفاعل ضوء الشمس مع ثاني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون والغازات المتطايره او المركبات العضويه المتطايره VOCs. بيقول لي اذكري بالتفصيل الدور المزدوج للاوزون. احنا عارفين يا بنات ان الاوزون في طبقه الستراتوسفير بيحمي الارض من الاشعه الضاره، اما في طبقه التروبوسفير هو ضار. يبقى انا هو عنده ازدواج، الاوزون عنده ازدواج. والله لو تواجد في طبقه التروبوسفير فهو ضار، لكن لو هو تواجد في طبقه الستراتوسفير فهو نافع. عشان كده بنقول ان احنا عنده دور مزدوج. قلنا هو طبقة الستراتوسفير بيحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية، أما الأوزون اللي موجود في التروبوسفير، التروبوسفير إيه اللي هيحصل؟ اللي تسبب لي مشكلات صحية كبيرة. يبقى إحنا عندي الأوزون اللي موجود هنا في طبقة الستراتوسفير، أدي هنا في طبقة أوزون، هذه الطبقة بتحمي الأرض من الأشعة الضارة اللي هي الفوق بنفسجية. أما تواجد الأوزون في طبقة التروبوسفير دوت بيسبب مشاكل صحية. طيب إيه هي الإجراءات اللي وضعتها بعض الحكومات لضمان جودة الهواء أو خلو الهواء من الملوثات؟ حطيت لي حاجة اسمها المحولات الحفازة. طبعا احنا عارفين إن المحولات الحفازة دي تكنولوجيا تكافح التلوث في نظام العادم. العادم اللي هو اللي بيخرج من احتراق الوقود في السيارات، عادم بيبقى خارج من السيارات. طب احتراق الوقود دوت بيسبب ثاني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون واكسيد النيتروجين. انا عايزة اتخلص من هذه الغازات، انا عايزة اعمل علاج لهذه الغازات، فعملنا حاجة اسمها المحولات الحفازة، بنحول فيها الغازات الضارة إلى غازات أقل ضررا، ودي بنسميها تكنولوجيا تكافح التلوث في نظام العادم. يبقى المحولات الحفازة هي تكنولوجيا بتكافح التلوث في نظام العادم. إيه هو العادم ده؟ اللي هي مخلفات حرق الوقود اللي بتخرج من شكمانات العربيات أو الماسورة اللي بتبقى خارجة من السيارة. طيب هذه المحولات بنحطها في العادم بتاع السيارة عشان يحول لي الغازات اللي هي ضارة إلى غازات أقل ضررا أو غازات غير ضارة، ودي تكنولوجيا تكافح التلوث في نظام العادم. ده يا بنات الماسورة اللي بتبقى كلنا شايفينها في السيارات، ده الجزء اللي بيبقى خارج من السيارة. هذه الماسورة الديل اللي خارج من السيارة انا بحط فيها مادة بتحول الغازات الضارة الى غازات اقل ضررا، وبنسميها محولات حفازة. عرفي ايه هو المحولات الحفازة. المحولات الحفازة هي تكنولوجيا تكافح التلوث في النظام العادم، تكنولوجيا تكافح التلوث في النظام العادم. شكرا.